بعد ما خلصنا وعملنا الكارفنج للسنه بتاعتي وطلع لي البلوك اللي بالشكل ده جنب الليبيال، اسف جنب الليبيال جنب البروكسيمال. دلوقتي انا عايز احول المكعب ده بشكل السنه السموث بتاعنا. في ستيبس بمشي عليها اسمها فينيشنج ستيبس. فينيشنج ستيبس هي اللي هتقلب لي البلوك ده لشكل السنه. طيب اول ستيب هي بعملها في الفينيشنج هي حاجه اسمها اللينجوال كونفرجنس. ايه هو اللينجوال كونفرجنس؟ دي حاجه في النظر احنا خدناها ان السنه من الناحيه اللينجوال بتكون ارفع من السنه من الناحيه الليبيال، فبالتالي اللي انا هعمله ان انا هرفع السايد ده وهسيب السايد ده زي ما هو، فبالتالي ده يبان ان هو ارفع فيحصل اللينجوال كونفرجنس. طيب اللينجوال كونفرجنس بيتعمل ازاي؟ بمنتهى البساطه ان انا برسم خط. طبعا اللينجوال كونفرجنس بيتعمل على الكراون والروت الاثنين مع بعض سوا. خلاص برسم خط مثلا حوالي 2 مللي من على السايد ده، واي خط برضو 2 مللي من على السايد ده. بعد كده اشيل الوكس البعيد عن الخط. لما اشيل الوكس ده هيرفع، فبالتالي الكروس سكشن بتاع السنه بدل ما هي دلوقتي عامله زي المستطيل تبدا تاخد الشكل المثلث. عايز تشيل الوكس ده على البارد ممكن تشيله على البارد، عايز تشيله على السخن عادي ممكن تشيله على السخن. انا عن نفسي هشيله دلوقتي على السخن. اعمله دفي النايف واشيل الوكس ده. فوق وتحت نازل بالكراون. مش كل الناس ممكن تعرف تشيله على السخن كده. ميزة الشيلان على السخن ان هو بيطلع لك السيرفس في الاخر بيكون يعني بيلمع ما فيهوش خدوش. لو انت دققت كده هتلاقي ان الجنب ده دخل كده لجوه بينما الجنب ده لازال ستريت. ده كده بدايه اللينجوال كونفرجن. المفروض السايد ده برضو يحصل فيه نفس القصه. طب هعمله على البارد. اعمل ازاي؟ امسك النايف بتاعتي او الكارفر، ويستحسن النايف، وابدا اشيل الوكس بتاعي. طبعا اسهل بكتير شويه اهو، دي بشيل الوكس بس بتطلع الوكس في الاخر مخربش، لازم تعمل له ايه بولش بالشراب. طبعا زي ما قلت لك اللينجوال كونفرجنس بيتعمل كراون وروت. انا كده خلصت عملت لينجوال كونفرجنس في الكراون. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هي السيرفيكال لاين، ان انا ارسم السيرفيكال لاين بتاعي. طيب ارسم السيرفيكال لاين. السيرفيكال لاين اتفقت ان هو بيكون كونفكس روت وايز في الناحية الليبيال، وكونفكس روت وايز في الناحية اللينجوال، وكونكيف روت وايز في الناحية البروكسيمال. ان الناحية الميزيال بيكون ديب وفي الناحية الديستال بيكون شالو. همبل الخط بتاعي، يعني يفضل الكارفر الصغير لو رفيع ان انا ارسم بيه الرسمه بتاعتي. انا كونفكس في السايد ده. خلاص رسمت خط كونفكس. دلوقتي انا هعمل ان الجنب ده هو الميزيال او فده هعمله ديب. حد الخط ميد لاين اطلع بيه تاني كده حرف في. بعد كده دي الناحيه اللينجوال فهيبقى كونفكس. خلاص
فكده دي الناحية دي لسه هيبقى شالو حاجة بسيطة خلاص هنا كده كفاية حتى قبل السيرد يعني ممكن في نص السيرد انما في الناحية الميزية الخط بتاعي بيوصل لايه بس يبقى انا كده رسمت السيرفايكال لاين بعد ما رسمت السيرفايكال لاين يبقى ستيب نمبر 1 هي اللينجوال كونفرجن ستيب نمبر 2 هي السيرفايكال لاين ستيب نمبر 3 نعمل كراون فينيشنج لازم نعمل فينيشنج للكراون الاول قبل الروت احنا بنبدا نفنش السنه كراون بعد كده نفنش سيرفايكال لاين بعد كده نفنش روت بالترتيب ده لازم نمشي بالترتيب ده كراون سيرفايكال لاين بعد كده الروت طيب ايه الفينيشنج بتاع السيرفايكال لاين ان انا اديله بقى الكاركترستكس بتاعته دلوقتي انا عندي السنه على شكل هندسي مربع انا المفروض دلوقتي ابدا اعمل راونديشن لكل اللاين انجلز دي لان مفيش حاجه في بقنا فيها الشاربنس ده فيها الزوايا دي فانا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل راونديشن ممكن اعمل راونديشن بالكارفر او بالواكس نايف يفضل ان هو يتعمل بالكارفر الكبير اعمل راونديشن لكل لاين انجل اعمل راونديشن ل بوث البروكسيمال لاين انجلز افضل طريقه ان انت تمسك بيها السنه هي الطريقه دي عشان ما تقعش منك ممكن الفينش لاين احيانا وانت بتفنش كده ممكن يتمسح منك غصب عنك فعشان كده احنا بنفنش الكراون الاول بعد كده نفنش الفينش لاين اسف السيرفايكال لاين راونديشن اول اوفر ما سيبش اي حاجه شارب حتى السنجلم بعمل لها راونديشن اخلي كله كونتينيوس وسموث دوبك بس بعمل راونديشن للباين انجلز عندنا المفروض في الكراون لو يعني انت فاكر في المورفولوجي المفروض عندك في اللاين انجلز عندي ناحيه ديستال وعندي ناحيه ميزيال في الانسايزال ايدج المفروض الناحيه الديستال تكون راوندد والناحيه الميزيال تكون ليس راوندد او شارب فاحنا مثلا احنا رسمنا ان السيرفايكال لاين الشالو هنا وان السيرفايكال لاين الديب هنا فيبقى الجنب ده هو الميزيال والجنب ده الديستال فاحنا هنعمل راونديشن للجنب ده كده بالشراب حاجة بسيطة كده rounded ميزيال بس منعملوش راونديشن قد الديست فبقى عندي ناحية فيها راونديشن جامد وعندي ناحية حاجة بسيطة الجامد ده هي الناحية الديستال ومعاها الفينش لاين في نفس السايد هو الشالو هنفنش بقى السيرفايكال لاين نرسمه من أول وجديد لأن الفينشنج بتاع الكراون خلاه يختفي شوية نبدأ نشيل الوكس اللي تحت السيرفايكال لاين بحيث ان هو يظهر كسلمة مش يبقى مجرد خط محفور لا يبان ان هو سلمة يبان ان المستوى في الكراون اعلى من الروت كل اللي انا بعمله انا بشيل الواكس في حته في الكراون انا حاسس ان هي عايزه تفنش تاني نفنشها
كده ارجع اعيد على الفينش لاين. ليه انا قلت الترتيب؟ قصه الترتيب ده، قصه الترتيب ده بتيسر لك ان انت ما تعيدش ستيبس كتير، ففي الاخر السنه يعني تعيد الفينشنج كتير، فالسنه تفضل تصغر في الحجم تصغر في الحجم. لما تمشي على الترتيب ده ما تلاقيش نفسك بتعيد كتير، فالسنه تفضل متمسكه بالدايمنشنز بتاعتها. بعد ما خلصنا فينيشنج الكراون نعمل فينيشنج الروت. طيب الروت احنا زي ما اتفقنا ان هو كون شيب، فقلنا في الرسمه ان اول تلتين بيبقى بارل واخر تلت بيبقى ستريت. فلما نيجي نعمل فينيشنج الكراون بنعمل فينيشنج التلتين اللي في الاول لوحدهم والتلت الاخير لوحده. لو فنشت الاثنين سوا في الاخر الكراون شكله الروت شكله بيتغير. فلما تيجي تفنشهم تفنش التلت اللي فوق ده لوحده زي ما انا بعمل كده، انا دلوقتي شغال في التلت اللي فوق بس، وتفنش التلتين اللي تحت لوحديهم. دلوقتي شغال في التلتين بعمل rounding all over ان الروت يبقى rounded ما فيهوش surface مبطط، all over يبقى rounded. طبعا وانا بفنش كده السيرفايكال لاين بتاعي اختفى في الحته دي فاعيده. هنا في sharp line angle كده في الكراون. مشكله بقى ان انت لما تيجي تقول مثلا في sharp line angle في الكراون فتعملها فتعيد على السيرفايكال لاين، وبعد ما تعيد على السيرفايكال لاين تروح عايد على الروت. لو فضلت تكرر القصه دي المقاسات بتاعت السنه كلها بتقل. فعشان كده انا بقول لك ان لما تيجي تفنش السنه تفنشها بالترتيب ده، كراون بعد كده سيرفايكال لاين وبعد كده الروت. هنا الحته دي السيرفايكال لاين فيها مش باين كده، بفنش الروت معاها. كده انا خلصت الفينيشنج بتاعي. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يبقى اول خطوه لينجوال كونفرجنس، تاني خطوة هي السيرفايكال لاين ان انا ارسمه، تالت خطوة افنش الكراون، رابع خطوة افنش السيرفايكال لاين، خامس خطوة ان انا افنش الروت. بعد كده بقى هعمل بولشنج للسنة كلها خلاص بنفس الترتيب ده. خطوات الفينشنج يعني الى حد كبير هي يعني الحتة دي عايزة تتظبط شوية. خطوات الفينشنج في اغلب الاسنان موحده يعني، فنفس ترتيب الخطوات دي هنعمله في كل السنان. اللي احنا هنشتغلها بعد كده طبعا الفينشنج حاجه بسيطه. انا اتفقت ان السنه عندها بلانت روت فبعدي كده فوق الايبكس عشان اخليها بلانت مش مدببة. بشيل الخرابيش بقى من السنة كلها، برضو ما اقعدش اعدي على السيرفايكال لاين كتير لان ممكن يختفي مني. وانا بعدي يعني ايه الخطوة الأخيرة؟ السيرفايكال لاين مش عاجبني الصراحة لسه عايز يبان أكتر. الجزء ده حاسس إن هو مش باين، الجزء ده برضه
اعيد تاني البولش بس اشيل الخرابيش. اخر حاجه خالص بقى بتتعمل ان انا ارسم الفصه. اتفقت ان الفصه هي المفروض تكون ام شيب، ما بتترسمش ام بالظبط قوي، هي حاجه قريبه لشكل الام. تتعمل ازاي؟ بعمل نص دايره فوق السنجله بالشكل ده، انا ما بعملش حرف ام ام، واعمل الدراعين بتوع الام ماشيين مع الاوتلاين الخارجي للسنه، بيبقى فيها سنه كونفكستي كده، بس كونفكس ماشي مع الاوتلاين الخارجي للسنه. نفس القصه من الناحيه الثانيه، ما وصلش لحد الاخر. سيبك افضي بقى الوكس اللي جوه ده، افضل ان هو يكون كارفر رفيع. بشيل روايش الوكس اللي بتطلع. اخر حاجه بتتعمل في اي سنه هي الفصه. ليه الفصه دي؟ من بعد ما بتتعمل اي روايش وكس بتخش فيها بعد ما تخلص البولشنج ابقى اعملها، لان انت لو عملتها وعملت بولشنج للسنه الوكس هيخش جواها ويبقى شكلها وحش. متعملش فيري ديب، هي حاجه كده بسيطه يا دوبك تتحس. في ناس بتحفر جامد الفصة، فبشيل بقى رايش بس، احاول افنش بس كده، بس كده خلاص. طيب اخر حاجة بعد ما بنعمل كارفينج لأي سنة احنا نشوف نصححها، نشوف ايه الغلط اللي فيها ازاي، بنراجع عليها المورفولوجي. طبعا انت لو فتحت الكتاب بتاعك وخليتك ماشي معايا ستيب باي ستيب هنتكلم على كل اسبكت والاوتلاينز بتوعه. طيب ده الاسبكت الاولاني، الاسبكت الليبيال. اتفقنا ان الاسبكت الليبيال احنا هنشرح كراون وروت. الاسبكت الليبيال عندنا فيه حاجه اسمها ميزيال اوتلاين، ديستال اوتلاين، سيرفيكال اوتلاين، انسايزر اوتلاين، وفي جيومتريك فورم. طبعا الجيومتريكال فورم باين ان هو ترابيزويدال، ان هي ضيقه من فوق، كنزه من فوق وواسعه من تحت، اللي هو الشكل اللي انا هرسمه ده دلوقتي. شكل الترابيزويد تمام، ضيقه من فوق وواسعه من تحت. عندي الميزيال اوتلاين والديستال اوتلاين الاثنين كونفكس، بس الديستال اوتلاين بيبقى كونفكس اكتر من الميزيال اوتلاين. الانسايزال اوتلاين ستريت، عندي اثنين انجلز، الانسايزال انجلز، الانسايزال انجلز عندي الميزيال راوندد والديستال مور راوندد، احيانا دي بيتقال عليها شارب ودي راوندد، بس المهم ان يبان ان الديستال راوندد اكتر من الميزيا. بالنسبه لي السيرفايكال اوتلاين هو كونفكس روت وايز، باين ان هو كونفكس روت وايز. بالنسبه لي الروت هو كون شيب، اول تلتين بارل وبعد كده بيبدا في التلت الاخير يحصل التيبر وبينتهي ببلانت ايبكس. ده بالنسبه للجنب الليبيال. بالنسبه للجنب اللينجوال هو مرايه للجنب الليبيال، نفس الاوتلاين فورم بتاع الكراون موجود. يعني طبعا باين المارجنال ريدجز، شاور عليهم بالكارفر. الحته العاليه دهيت ده مارجنال ريدج، والحته العاليه دي مارجنال ريدج. باين السنجلم الاليفيجن ده، باين الفصه الام شيب اللي في النص، وباين ان في حاجه اسمها انسايزر ايدج، في ارتفاع هنا في الاخر بيحوط الفصه كده، بيحوطوا الارتفاعات دي، بتحوط الفصه من جميع الاتجاهات. سنجلم سيرفايكال، مارجنال ريدج من الناحيه البروكسيمال، ومن الناحيه الانسايزر عندي الانسايزر ايدج. سيرفايكال لاين كونفكس روت وايز، الروت نفس الاوتلاين
او كون شيب او الدلتين بارال واخر ترت بينتهي في التيبر وبينتهي ببلانت ايبكس. بالنسبه للجنب البروكسيمال كنا اتفقنا ان الاوتلاين الليبيال المفروض يكون كونفكس وكريستوف كيرفيتشر موجوده في السيرفايكال سيرت، ونفس الكلام في الاوتلاين اللينجوال ان هو يكون في اول سيرد كونفكس وكريستوف كيرفيتشر موجوده برضو في السيرفايكال سيرت، وبعد كده بيقلب كونكيف، وبعد كده بيبقى في سلايت كونفكستي. لو رسمنا خط من الانسايزال ايدج لحد الابيكس المفروض يكون الخط ده بايسكتنج مين الانسايزال ايدج، هما الاثنين على خط واحد. تمام، بالنسبه للسيرفايكال لاين من ناحيه البروكسيمال في ناحيه شالو وفي ناحيه ديب، يعني هي ممكن تكونش مش واضحه قوي، احنا نوضحها بقى نبينها اكتر. دي ناحيه الميزيال فنزود الدبس فيها شويه. يعني بزود الدبس بس يبان ان هي نازله اكتر، فباين ان دي ديب واصله لحد هنا بينما دي شالو، فباين ان ده الناحيه الديستال وباين ان دي ناحيه الميزير من السيرفايكال لاين. يبقى كده خلصت البروكسيمال. نبص على السنه من الناحيه الانسايزر، باين ان حاجه في حاجه اسمها اللينجوال كونفرجنز، باين ان الليبيال برود وعريض، ومن الناحية اللينجوال تيبر ده اسمه اللينجوال كونفرجنس، باين الانسايزال ايدج موجودة في النص، باين تو مارجنال ريدجز، باين السنجلر، وباين الفصة من الانسايزال اسبكت. بس كل الحاجات دي مظبوطة، بتبقى السنة بتاعتنا مظبوطة.